والخروج لي ما آخر خروج كان. والخروج لي سنة 83. بعد قوانين سبتمبر. بعد قوانين سبتمبر. يعني الفترة بتاعت النمير قبلها أنت كنت موجود. موجود نعم. موجود في السودان. ولا تعاني. يعني عانيت برضو كثير يعني. وقفوني من الحفلات. كانوا بيسوقوني من بيت العريس. أيوة منعوني أغني في جميع أجهزة الإعلام. أيوة حتى في المديريات الجنوبية وما أعرف البحيرات وين وين ومسارح الحكومة وكذا. تحدث الناس في مجالسهم على اللقاء تم بينك وبين النميري في إحدى مستشفيات القاهرة وأنت تزور وهو يزور الفنان الكبير المرحوم سيد خليفة، هل هذه حقيقة من إشاعة؟ لا دي حقيقة. أنا كنقيب فنانين في الفترة ديك أنا اللي مشيت مرضت سيد خليفة بالقاهرة، أدخلت المستشفى وعملنا له عملية وسكن جنبي، نحن ساكنين في حتة واحدة في المهندسين. فمرة أنا وزوجتي الله يرحمها كيف عصرية كده قلنا نمشي نشوف سيد. ده مش بعد العملية طوالي، بعد العملية أنا رجعتها وتاني رجعتها في فترة نغاته. هو موجود لسه في القاهرة؟ أيوه لسه كان موجود. فمشينا في عصرية طالعين الشقة بتاعته، كان في الدور الثاني بالمهندسين. زوجتي عملت ملاحظة سريعة كده قالت لي البوابين اللي واقفين تيديل ما هم؟ ما هم يعني حيكونوا شنو؟ قالت لي ما بعرف. لما طلعنا صعدنا الأسانسير ومشينا الدور الثاني لقينا واحد واقف في الباب. باب الشقة؟ نعم. زوجتي قالت لي ده بتاع أمن. ونميري جوا حتسلم عليه؟ قلت لي لا ما بسلم عليه. فخشيت. الوقت ده كان الواحد مشحوم بال بيغبني كثير يعني. يعني زول رقدك في برش. أهانك يعني. فلما خشيت هو من ضمن الناس اللي وقفوا مد لي يد. ما سلمت عليه، طوالي قاعد. ما سلمت عليه؟ لا. قعدت. قعدت زي 3 دقائق كده. ابتدى هو يتكلم كلام بره من راسه يعني. الشعب السوداني يقول ما عندي دواء وما اعرف شنو وما طردوني دايرين مني شنو. لما الكلام بقى خارم بارم كنت طلعت سكت زوجتي وفوت. سيد جاري وراي. الله يرحمه. بكورك يا رئيس يا رئيس. قلت له الرئيس بتاعك قاعد هنا. صدر رئيس الاتحاد الفني. قلت له الرئيس قاعد هناك. قال لي يا اخي انت ما مسلم يا اخي، زولي مدلك انتو.